رحمة الله عليك يا مولى عطية. يقول الخيم يا حسين محروقة وانا هواد علي الليل وراسك راح إلى الكوفة وجسمك راض ضد الخد رضيت بليلة العاشر ونوايبها ولا دامت وكم مرت علي اليوم من العين وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت شي ماتت من الروعة شي ظلت تحم بالويل نص الليل يا ابن امي ولن طفله فقدناها اثاري فرت بدهشه تحوم ومحد ويا وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفا وين شافتها زينب شفتها وياك ممتده وعلى خده دمعايسي اويلي جبتها وياي للخيمه لن اختاك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفلي طلعنا نفتش الوادي ولا تبصرت درب عين ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سيس شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني وهضم الماجر ولا صار بالمخلوق راوى شفتهم يا الولي ميتي واحد حاضن الثاني الكبير على الأخو حاني يحرسي عن وحوش الليل الله صار أطفال الحسين يتساقطون الواحد تلو الآخر من شدة العطش قيل لابن سعد يا ابن سعد قتلت الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين فما ذنب هؤلاء الأطفال قال وما ذاك قالوا أطفال الحسين يتساقطون من شدة العطش قال احملوا إليهم الماء جاءوا بالأواني والقرب صار خول الأصبحي يصب الماء ويقدم القدح إلى أطفال الحسين لكن يشوف حالة عجيبة طفل منذ 3 أيام ما ذاق شيئا من الماء ينظر إلى الماء ولا يشرب يقول هذا الماء بين أيديكم اشربوا يقولون كيف نشرب وقد قتل أبونا عطشانا الله يحفظ هذا الشعر شلون يصور حالة رقية يقول ركضت رقية على السقال ونادت اجيب يا سقال لو تاخذي الماي وتري لو للرمح تمشي ويا ليش يا رقية قالت هاليوم ثالث والدي عطشان ما شارب ما هاليوم ثالث والدي عطشان ما شارب ما سعد الله قلبك يا زينب شوف كل هالمصائب على راس زينب بأبيه وأمه
كأني بها سلام الله عليها لما جن الليل وجهت وجهها نحو النجف أخذت تستغيث بأبيها قالت يا أبا الغاث أغذني يا علي يا أبا الغاث أغثني رحمة الله على الشيخ المفيد يقول شافت سوادة حم عند الأطفال والنساء أخذت تخاطبها يا سوادة شمري عنا فليس عندنا ما يطمع فيه الطامع إن كنت تريد ترويعنا فنحن مروعات وإن كنت تريد سلبنا فنحن مسلبات يلي في ظلام الليل يتجول على خيامي هذه الحرام مسبية ولا تملك دمعامي يلا طلعها من قلبك لأجل العقيلة زينة وولي على المظلوم على المظلوم وويلا وويلي على المظلوم لو أمتلك بالمكتوب في لوح القضى حيلة طلبت من القضى المحتوم اجيبك من قبل ليلة ليش شان تشوف اي ضرغام واقف يحرس العيلة وش بيدي على العباس راحوا ناكس علامي بك الفارس قال لها يا تاج الفخر والنسوان أنا حيدر يا زينب جيت أحرسكم من العدوان وادري هل عدا أبدا ما فيهم ولا إنسان وقلبي من فعايلهم يا بنتي لا هبو دامي وولي على يا بنتي سولفي يمكن أخفف عنك البلوى تراني من النجف جيتك يا ضنوة فاطمة عنوان وخبريني عن الوليان والطف بيها وش سوى وفصل الخبر يا زينب يا بعد سنيني وياني اسمع الأبيات الثقيلة افتح قلبك قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن عباس وعن حالة جسد مرمي على الرمضة بليرة وعن حال الشهيد حسين بخيل الأعوجي يندار وعبد الله الرضيع شلون بقماطة ذبح ضامي وولي على المظلوم على المظلوم
واويلي على المظلوم على المظلوم. زينب لاحظت دمعات حيدر تجري على الخدي، قامت تسأل وجاوب يا بنتي جن صوتوني. من وين الصوت يا الله؟ وضين هالصوت يا زينب صادر من نحار. عجل السالفة عجلي تراني زادت آلامي. هذا المقطع ما يقرأ إلا يوم عاشوراء، راح أقرأ لك فقط البيت الأول، البيت الثاني ما راح أقرأ. أويلي أويلي أنا ما أقدر أستمع لحسين يا زينب بالحالة. قالت لأنا يا أبوي شفت الشمر حسين 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 يا حسين 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 يا. انتقل إلى هذا المقطع وأسألكم الدعاء. في مثل هذا اليوم جاءوا بالنياق العجاف لبنات الوحي والرسالة، جاءوا بالنياق في مثل هذا اليوم. ابن سعد أمر بدفن من قتل معه وترك الحسين وأهل الحسين على البوغاء مجزرين كالأضاحي. انصدع قلب زينب لما رأت هذا المشهد، شافت الحسين ملقا على وجه الثرى. ومما زاد في ألمها لما جاءت عشيرة الحر وأيديهم على مقابض سيوفهم وأخذوا الحر جسد الحر ابن يزيد الرياح رضوان الله تعالى ودفنوه. بقي الحسين مكبوب على وجه الثرى. زينب تنظر، هذا لسان حاله، تقول يا ناس يا ناس ضيعت البصيرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة، ابن والدي ما لعشيرة يجهزون ويشيعون ويدفنون، يجهزون ويشيعون. بالنياق العجف أمر ابن سعد من معه قائلا ركبوا النساء. التفتت مولاتنا زينب قالت سود الله وجهك يا ابن سعد، نحن عقائل الوحي والنبوة، مر من معك وليبتعد وليركب بعضنا بعضا. ابتعدوا، تقدمت مولاتنا زينب وأختها أم كلثوم، ركبوا النساء، بقي فقط الإمام زين العابدين وزينب وأم كلثوم. كلثوم التفتت إلى زينب قالت لها أختها اركبي، قالت لها أنت اركبي، قالت إن أنا ركبت فمن الذي يركبك على ظهر الناقة؟ كأني بزينب وجهت وجها نحو العلقمي وصاحت أنا سأمضي للذي أخرجني من منزلي وأركبني في محملي. أخي عباس، أنا ما قرأت الطور العاشوري من بداية محرم إلى الآن، سجل لك آه في سجلي، وإذا حسيت لا تطلع من قلبك بينك وبين الزهراء قل سجليها يا فاطمة. أويلي أويلي يا عباس، من تلي جبتنا
ركبتني هسه رحت عني وعفتني وبعد اياك بني امي ولتني هي وبعدك بني امي يا ابو فاضل صرت من بعدك سبية ركبوني على مطية يا ابو فاضل دخلوني ابو فاضل قام يتشمت علي لسان حال ابي الفاضل اعذريني قطع شمالي ويميني اعذريني السهم ناب تبعيني اعذريني العمد فاضخ جبيني اعذريني العمد فاضخ جبيني لما استوت مولاتنا زينب على ظهر الناقة صاحت بالحسين أستودعك الله السميع العليم يا ابن أم والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكلني آه ثم أخذت تخاطب الحادي تقل لي يا حادي باليتامى خفف المسرى يا حادي باليتامى خفف المسرى لا يوقع طفل منا على الغابرة يا حادي باليتامى خفف المسرى لا يوقع طفل منا على الغبرة وإذا يوقع يتيم أرجوك تنتظر لا تخليه تفجع أمي الزهرة يا حاجي بالله نحي راس حسين ما اريد يعاين حالتي بالعين بلا هدج وغطي وجهي بالكفين وشمر فرحان ويصرخ وين اخوتك وين يا حادي عزج يا حادي عرج ابن للنجف باروح إلى حمل حمى بشكي بدمع مسفوح بناديه يا نجي سفينة نوح ما تدري أخويا بكربلا مذبوح ما تدري أخويا بكربلا مذبوح يا حادي منزلي بالكوفة ما تدري مر عليها بذكر عزي وخدري جنت مخدرة ومحجوبة من صغري
ستري من ستري من الله يا حادي منزلي بالكوفة ما تدري مر عليها بذكر عزي وخدري كنت مخدرة ومحجوبة من صغري كنت مخدرة ومحجوبة من صغري